احنا المرة اللي فاتت كنا خلصنا موضوع السيرفنت، وشرحنا في السيرفنت حاجات كتير جدا. شرحنا موضوع السيشن وموضوع الكونفج وموضوع التكست وموضوع الاتريبيوت وموضوع الفلتر وموضوع الليسنر، كل الكلام ده احنا شرحناه. هنرجع نشرحه تاني بس مع حاجة اسمها جي اس بي، جافا سيرفر بيج. جافا سيرفر بيج، هتقول لي اول سؤال تساله لي اول ما اخش على جي اس بي ايه؟ هتقول لي ايه الفرق؟ طيب وهو انا هستخدم سيرفلت ولا هستخدم جي اس بي؟ طيب وايه الاحسن؟ طب وانا شغلي بعد كده هيبقى ايه؟ ده على طول هتسالني السؤال ده. وفي سؤال هتساله لي برضه، تقول لي الله طيب مش انت قبل ما تدخلني على الجي اس بي لازم تقول لي ليه هم عملوا او طوروا السيرفلت خلوها جي اس بي؟ ده سؤال مهم. والمفروض فعلا انا ابدا معاك كده، المفروض اقول لك ايوه هو السيرفلت ليه طوروها خلوها ايه؟ جي اس بي. يبقى اذا اول معلومه تعرفها ان الجي اس بي ما هي الا تطوير للسيرفلت. تطوير للايه؟ للسيرفلت. معايا؟ فانا المفروض اقول لك فعلا فعلا ليه هم لجأوا للايه؟ للجي اس بي. بس هستاذنك ان احنا ناجل الحته ده هي خمس دقايق بس، لحد لما اوري لك شكل الجي اس بي، اوري لك شكلها واعمل عليها اكزامبل واحد، وبعد كده اقول لك ليه هم طوروا السيرفر خلوها ايه؟ جي اس بي. هجاوبك على السؤال ده ماشي كده؟ وبعد كده في خلال الكورس بتاعي هقول لك ايوه هو اللي اشتغل سيرفر ولا اشتغل جي اس بي. وصلت الفكره؟ تعال كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي معانا. بص كده معايا، بص كده، انا دلوقتي كان معايا سيرفلت. السيرفلت دي عباره عن كلاس. طيب وعرفنا هي بتحتوي على ايه؟ بيزنس وبرزنتيشن، وبرزنتيشن طلعه بره في صفحه اتش تي ام ال، ممكن تعمليها دايركت وكلام ده ماشي. امال الجي اس بي بقى عباره عن ايه؟ قال لك الجي اس بي هي عباره عن صفحه اتش تي ام ال، هي عباره عن صفحه HTML. يبقى هنا في كود ايه؟ HTML. وصلت الفكره؟ ولكن ال HTML ده بزود عليه حاجه، ايه؟ كود جافا. كود ايه بقى؟ جافا. وصلت الفكره؟ ادي كود جافا اهو، يبقى انا لازم احط فيها كود ايه؟ كود جافا. كود الجافا ده مش اي حاجه، نقول عليه جي اس بي. وصلت الفكره؟ يبقى هنا صفحة الجي اس بي ما هي الا صفحة اتش تي ام ال، الا ان انا هزود عليها كود ايه؟ كود جافا بس مش اكتر. طيب كود الجافا ده هيعمل لي حاجات، الحاجات دي عبارة عن ايه؟ من خلال الامثلة احنا هنعرفها. طيب كود الجافا ده مثلا هروح اكتبه على طول؟ قال لك لا، كود الجافا لما بيتكتب جوه صفحة الاتش تي ام ال لازم يبقى له قواعد، قواعد واشكال. حلو كده؟ وهي اشكال الكتابة بتاعت مين؟ بتاعت الجي اس بي. وصلت الفكرة؟ طيب زي ايه؟ له بقى عدة أشكال، شكل واحد، شكل اثنين، شكل ثلاثة، شكل أربعة. تعالى بقى ايه أقولهم لك هنا. بص يا سيدي، ممكن كود الجي اس بي يبقى عبارة عن ايه؟ أول حاجة يبقى عبارة عن ديكلاريتيف. أو يبقى حاجة اسمها اكسبريشن. أو يبقى حاجة اسمها دايركتيف. أو يبقى حاجة اسمها سكريبت ليت. سكريبت ليت. معايا هنا؟ يبقى ديكلاريشن أو دايركتيف أو اكسبريشن أو سكريبت ليت. وصلت الفكرة؟ وممكن يبقى حاجة بيقولوا عليها ايوه اكسبريشن لانجوج. اكسبريشن ايه؟ لانجوج. اكسبريشن لانجوج. هقول لي لا، طب ما الاكسبريشن هي نفسها اكسبريشن لانجوج. هقول لك لا، اكسبريشن دي حاجة ليها استخدام، والاكسبريشن لانجوج دي حاجة ليها ايه؟ استخدام. او يبقى في حاجه اسمها اكشن. كل دي
اشكال هنتعلمها مع بعض. كل دي ايه؟ اشكال هنتعلمها مع بعض. طيب هتقول لي طب كل واحد شكله ايه وايه الفرق ده بينهم، صح ولا لا؟ ده شيء اساسي. تعال بقى ناخد مثال نوضح فيه الفكره. بص كده معايا واحده واحده كده. تعال نعمل صفحه جي اس بي. تعال نعمل صفحه ايه؟ جي اس بي. جميل جدا. طيب الصفحه دي اسمها ايه؟ كليك يمين يمين. مش هقول له بقى ايه سيرفر امبار ولا اتش تي ام ال امبار، هقول له اعمل لي جي اس بي. صفحه ايه؟ جي اس بي اهي. هيقول لي الصفحه اسمها ايه؟ هسميها مثلا فيزيتور بيج. فيزيتور ايه؟ بيج. اقول له فينش. عايز تحطها في فولدر حطها، مش عايز انت حولها هتحط هنا. هتنزل في الويب بيج. وصلت الفكره؟ اهي فتحت اهي فيزيتور بيج دوت ايه؟ جي اس بي. بزمتها في شكلها شكل ايه؟ اتش تي ام ال، صح ولا لا؟ مش زي اتش تي ام ال بس الصفحه دي اقدر احط عليها كود ايه؟ كود جافا. طيب اكسبريشن بقى او الاشكال اللي احنا ايه عملناها دي. طيب اول شكل كنت انا ما كتبتهوش هنا شكل الكل ايه؟ الكومنت. شكل ايه؟ الكومنت. واحنا مش في جافا عشان نعمل كومنت بنعملها كده، صح ولا لا؟ عندنا هنا ما بتعملش كده. امال بعملها بهذا الشكل اهو اهو كومنت. الكومنت دي بتتعمل ازاي؟ اعمل كده اهو ماشي، واقوم جاي عامل علامه في النجم علامتين برسنتج وماينس واثنين ماينس، وهنا اكتب اي حاجه اي كلام. هو عاملها لك جاهزه اهي اهي كومنت. اكتب فيها اللي يعجبك اهو. وصلت الفكره؟ اكتب فيه مثلا انج ابراهيم. الكلام ده مش هيتنفذ. وصلت الفكره؟ تمام. طيب الكومنت اللي اتعمل بهذه الطريقه. طيب ايه كمان؟ تعالى الصفحه دي انا عايزها ايه؟ فاكرين المثال بتاع إيه عدد زوار الصفحه؟ ان انا اعمل ايه؟ بص كده معايا. ان انا اجي عايز اعمل ايه؟ اعرف متخيل؟ اقول له يو ار فيزيتور نمبر كذا. نمبر كذا هي لو انت فاكر معايا في السيرفر كان بيتعمل ازاي؟ اعرف متغير واقول له ايه ريكوست زوده وبعد كده ايه؟ اطبعه على الصفحه، صح ولا لا؟ كلام جميل. من المثال دوت بنتضح حاجه مهمه قوي. اي حاجه في السيرفر او تقدر تعملها للسيرفر تقدر تعملها ايه؟ جي اس بي. واي حاجه في الجي اس بي تقدر تعملها ايه؟ سيرفر. بس هتشوف السهوله هنا عامله ازاي. وصل؟ يبقى اي حاجه اي حاجه تعملها سيرفر تقدر تعملها جي اس بي، واي حاجه جي اس بي تقدر تعملها ايه؟ سيرفر. اللي هنا هو اللي هنا بالظبط، وده اللي انا هشرحه فعلا وده اللي انا هوضحه معاك. اي حاجه شرحتها سيرفر هرجع اشرحها ثاني على ايه؟ على جي اس بي. وصلت الفكره؟ طيب انا دلوقتي عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له ويلكم. طب انا هاجي هنا اهو بصفحه اتش تي ام ال، صح ولا لا؟ اهو هاجي هنا اقول له ايه مثلا؟ هقول له بي سلاش بي اهو. وبعدين هقول له ايه؟ هقول له ويلكم تو ويلكم يو ار فيزيتور يو ار فيزيتور نمبر معايا اهو. فيلزمك هنا نمبر ايه بقى؟ المفروض هنا عرف متغير. المتغير دوت ايوه كل مره زوده كام؟ بواحد، صح كده؟ هو واحد يقول لي ايه خلاص هو عرف متغير. انت مش لسه قايل لي دلوقتي ان انا اكتب كود جافا؟ طب ما تكتب اهو انتجر ايوه كاونت بيساوي صفر. بيساوي ايه؟ صفر. وكل مره اقول له ايه؟ الكاونت بلس بلس، صح كده؟ تمام. وبعد كده ايه؟ هيطبع الكاونت اهو كاو يطبع. وصل؟ حلو. تعالى كده نشوف نعمل رن ونشوف ايه. بص انا هعملها هنا علشان بعد كده تعرف ايه لازمه الاشكال. واحد يقول لي ايه؟ يعني انت خدت الكلام عادي، انا بس عايز اوريها لك عشان تعرف الاشكال اللي احنا هنعملها دلوقتي لازمتها ايه؟ وصل؟ اهو وعارف متغير وزود بواحد وعايز اطبع، ايه المشكله يعني؟ اهو بص ايه اللي هيحصل؟ لا في مشكله. بص 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 يو ار فيزيتور نمبر ايه ده؟ كود الجافا. الله هو الكود ما اتنفذش، انت كاتبه على انه كلام عادي فهو شايفه زيها زي ويلكم. فطبع على الايه؟ على الصفحه. انا مش عايز كده، انا عايز كود الجافا ايه؟ يتنفذ. عشان يتنفذ لازم تلجا لهذه الاشكال. لازم تلجا لهذه الايه؟ الاشكال. وده اللي انا عايز اتعلمه مع بعض.
ماشي كده؟ مبدئيا انا عايز اعمل ايه؟ اول حاجه انا عايز اعرف متغير. عايز اعرف ايه هي متغير. عشان تعرف متغير نرجع لحاجه اسمها ديكليريشن. اهي ادي ديكليريشن اهي. ديكليريشن وصل الفكره؟ الديكليريشن بيتعمل ازاي؟ اهو كده اهو علامتين برسنتج واجي اهو اعمل علامه تعدد. ايوه واعرف المتغير اللي انت عايزه. انتجر كاونت بيساوي صفر سيمي كول بس. كود جافا ده مش كود جافا، مش ده تعريف متغير؟ اهو بس بحطه فين؟ في الديكليريشن بس. طيب عايز ازود المتغير واحد، يعني عايز اقول له كاونت بلس بلس اللي هي ده ايه؟ صح كده؟ حلو. اعمل ايه؟ اكتبها زي ما هي، يكون جافا ايه؟ اكتبها زي ما هي، زي ما انت متعلمها، ولكن ايوه حطها في حاجه بيقولوا عليها سكريبتلت. ده اهي السكريبتلت يستخدم في تنفيذ كود جافا. يستخدم في تنفيذ كود ايه؟ جافا. يبقى الديكليريشن ده شكله عامل كده علامتين برسنتج وهنا علامه تعدد اهو، واكتب اللي انت عايزه. اما السكريبتلت لا بيبقى شكله مختلف. ازاي؟ علامتين برسنتج فقط بس كده. وهنا اكتب اي كود جافا انت عايزه. لو عندك لوب اكتبها، لو عندك اف ستيتمنت اكتبها، لو عايز اي حاجه اكتبها. طبعا عايز ازود المتغير ومقدره احد اهو. قوم جاي عامل كده اهو وعامل برسنتج وجاي من اهو عامل برسنتج وفي النقطه بس كده. المتغير اللي انت عرفته فوق ايه اللي حصل له؟ زاد بمقدار كام؟ واحد. طيب لو انا عايز اطبعه، عايز تطبعه يعني ايه؟ مش حاسس اسمها اطبعه، انا عايز احط جوه الريسبونس علشان يوصل عشان يوصل للبراوزر، صح ولا لا؟ احنا مجازا بنقول انا عايز ايه؟ اطبعه. فبنستخدم حاجه اسمها اكسبريشن. حاجه اسمها ايه؟ ازاي كده اهو اعمل علامتين برسنتج اهم واقول له يساوي. وهنا اكتب له اي حاجه ليها قيمه، مش الفاريبل ليه قيمه اكتبه. وصل الفكره؟ بس انتوا المتغير القيمه بتاعته ايه؟ هتطبع اهو. بص تعالى بقى الاول قول له ايه؟ اطبع لي الكاونت اهو قيمته اهو. تعالى بقى اعمل ايه؟ برسنتج يساوي. وهنا بص اقول له كده اهو. خد بالك بقى ايه؟ هنا بيجي سيمي كول وهنا بيجي سيمي كول. هنا مع الاكسبريشن ما يجيش سيمي كول، مكتوبها كده على طول. اعمل كده رن وشوف. نشوف الدنيا هتختلف ولا ايه؟ اهو يو ار فيزيتور نمبر كام؟ واحد. ايه بقى هتكبس كمان؟ اثنين. لا ده نفس اللي انا عملته بالايه؟ بالسيرفلت صح؟ بس السيرفلت كان ليها يو ار ال باترن. هنا اسم الصفحه على طول بقى، مفيش يو ار ال ايه؟ باترن. صح ولا لا؟ انت بتتكلم مع صفحه. وصلت الفكره؟ ده كلام جميل. طيب بعد هذا المثال، يعني انا دلوقتي عرفت لازم اثنين، انا عرفت يعني ايه ديكليريشن، عرفت يعني ايه اكسبريشن، عرفت يعني ايه سكريبتلت. صح ولا لا؟ كلام جميل. طيب اسال سؤال بقى، انت شفت السيرفلت وشفت الجي اس بي اهو، صح؟ ايه الفرق الرئيسي ما بين السيرفلت والجي اس بي؟ تعرف تجاوب عليا؟ في فرق جوهري. الفرق الجوهري ايه؟ ان في السيرفلت انت كنت بتكتب اتش تي ام ال جوه كود الجافا. اما هنا انا بكتب كود الجافا جوه الايه؟ الاف تي ام ال، صح ولا لا؟ طب وده اسهل؟ طبعا. ليه؟ اقول لك. لان انت لو شلت الكود كده، شيله كده اهو. حلو كده؟ وانت الصفحه دي راجل ديزاينر. مش هيقعد يكتب الاتش تي ام ال اللي هو عايزه ويطلع الشكل اللي هو عايزه، تمام؟ تمام. وبعد كده هيديها لك اقوم انا حاطط فيها كود الايه؟ كود الجافا. ده بالنسبه لي اسهل. احسن ناخد كود ال HTML اللي هيبقى قد كده او احطه في كود ايه؟ في كود جافا. وصل للفكره؟
فاذا الاسهل دي او الجي اس بي. وصلت؟ عشان كده بقول لك اي حاجه سيرفلت اقدر اعملها جي اس بي، ولكن هتبقى سهله. هتبقى ايه؟ سهل. وصلت الفكره؟ ده كلام جميل. طيب ادي المثال اهو، ده المثال عرفنا منه حاجه بسيطه قوي، ايه؟ الاشكال دي. ماشي؟ طيب تعالى هو نفس المثال، عدد زوار الصفحه. عدد زوار الايه؟ الصفحه، بس اعمله بطريقه ثانيه، اعمله بطريقه ايه؟ ثانيه، عشان اتعلم منها حاجه ثانيه، ايه؟ عايز اعمل ميثود في كلاس، عايز اعمل ميثود في ايه؟ في كلاس، والميثود دي هي اللي تزود الكاونتر بواحد ونادى عليها منين؟ من الجي اس بي. المثال ده هو اللي علمني حاجه مهمه، لو انت بتكتب ورايا او حاجه، ايه؟ المثال ده علمني كيفيه البناء على نسب من صفحه جي اس بي. وصلت الفكره؟ تعال نعملها كده. اول حاجه انا يهمني ان انا اروح اعمل الايه؟ الكلاس. اهي الكلاس اهي، هعمل مثلا كلاس. الكلاس دي مثلا نسميها مثلا ايه؟ إيه كاونتر كلاس. واحطها في باكج اسمها هيلب جي اس بي. ماشي كده؟ وهقول له ايه؟ فيكش. جميل جدا. وبعدين؟ هعرف فيها متغير اهو، يعني دي ايه؟ دي صفحه ودي كلاس. صح كده؟ الكلاس دي انا هعمل فيها بس هعمل فيها متغير الاول، انتي بابليك ستاتيك انتجر كاونت وبعد كده بابليك عشان ندي عليها بما الحاجه اللي على الاوبشن على فوق، بابليك ستاتيك فويد. بلاش فويد، هي مش فويد، هي هترجع بيها بانتجر جيت كاونت. عايز لما جانا عليها ايه اللي يحصل؟ اقول له ريتيرن، ارجع من الكاونت بلس بلس. فيها مشكلة؟ خالص اهي. ماشي اهي. تعالى بقى نعمل صفحة جي اس بي تاني. هتقول لي طب ما تستخدمها في مين؟ انا مش عايز امسح حاجة، انا عايز اخلي حاجة كل حاجة زي ما هي. ماشي كده؟ اهي. هعمل بس ايه؟ صفحة تاني اهو. فيزيتور بيج 2. فيزيتور بيج 2. ماشي اهو. هو نفس المثال لكن بعمله بطريقة ايه؟ تانية اهو. ادي صفحة. الصفحة دي مثلا هقول له فيزيتور نمبر ايه بقى؟ فانا عايز اكتب او بمعنى اصح اكتب كود جافا، كود الجافا ده ينادي على مين؟ ها؟ على الكلاس، وعلى الكلاس ايوه على الميثود اللي هو الايه؟ الكلاس اهو اهو. بص ايه اللي هيحصل؟ هروح هنا اول حاجه طالما كود جافا يبقى هعمل كده سكريبت صح ولا لا؟ وبعدين طالما الميثود بترجع يبقى انتجر سي بيساوي الكلاس اسمها ايه؟ خد بالك من الكلام. كاونتر كلاس اهي. كاونتر كلاس. خد بالك هو مش شايفها، صح ولا لا؟ فانا هروح اعمل ايه؟ بص. اهي. عايز اوريك حاجه. هو مش شايفها. اهو كاونتر كلاس. دوت. اهي بص ايه اللي حصل. شوف هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا مش قادر الاقي هذا الرمز، ايه كاونتر كلاس دي؟ فهضغط اقول له انتر. بيقول لك ايه؟ بص 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 اعمل لها امبورت. الله، هو انا ممكن اعمل امبورت للكلاس جوه الجي اس بي؟ ده اللي انا عايز اتعلمه. بص هيعمل ايه؟ بص 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 شوف عمل ايه؟ عمل الكلمه ده. دي طريقه عمل امبورت لاي كلاس جوه صفحه جي اس بي. ايه الشكل ده؟ الشكل ده بيقولوا عليه دايركتيف اهو.
بيج. وبعد كده اقول له امبورت، اعمل امبورت ايوه للكلاس اللي انت عايزها، ده اسمه بيج دايركتيف. يستخدم في ايه؟ اول استخدام له ايه؟ ان انا اعمل امبورت للكلاس اللي انا عايزها. وصل الفكره؟ وصل الفكره؟ يبقى اذا تحس ان انت جوه كلاس ولكن الشكل بس ايه؟ مختلف مش اكتر. وصل؟ قواعد انت هتاخد عليها. ماشي، هو اللي عملها امبورت اهو. كده هو عمل ايه؟ كده هو رجع بالقيمه في المتغير. اقدر اطبعه، اطبعه ازاي؟ حد فاكر؟ اهو اطبعه، يعني احطه في الريسبونس اهو على طول. وصل الفكره؟ اعمل كده رن بس اهو. عرفت ازاي تعمل امبورت؟ اهي بيج دايركتيف. هقول له امال ايه ده؟ هو بيستخدم في حاجات ثانيه بقى اهو. اول حاجه هي باك اب صفر، ارجع حتى بواحد اهو، ريفريش اهو اهو شغال اهو، صح ولا لا؟ بس بطريقه ايه؟ مختلفه. يبقى اذا لا اما انت تستخدم هذه الطريقه، دي طريقه سهله. اقول له طيب انا اعملها دي احسن، انا طب قصدي اعمل لك ايه؟ استخدم لك الايه؟ الامبورت. من هذا المثال اقدر اعمل امبورت لايه؟ للكلاس جوه الايه؟ الجي اس. وصلت الفكره؟ تمام. انت ممكن تسالني تقول لي ايه؟ انا باكد عليها اهو. دي ايه يا باشمهندس؟ هقول لك بص، دي حاجه بيقولوا عليها اكسبريشن. هقول عليها ايه؟ اكسبريشن، حاجه جاهزه، حاجه ايه؟ جاهزه. الحاجه اللي انا هديها لها هنا اهو، تاخدها اوتوماتيك تحطها جوه الريسبونس. مش ده احسن ما اقول له اوي دوت برنت لاين دوت واقول له واحط له الحاجه عشان يحطها جوه في السيرفر؟ فاكرين؟ صح ولا لا؟ لا يا عم، هنا جاهزه. ايه كل اللي عليك؟ ايوه انت تعمل هذا الشكل وتحط له الحاجه جوه، يقوم هو ياخدها اوتوماتيك من اللي يبقى عنده. وصلت الفكره؟ طيب ده في حاجه كمان بقى ايه احلى. ايه؟ مش انت هنا جبت الايه الميثود وحطيتها في المتغير وبعد كده طبعتها في المتغير؟ طب ايه رايك ان انا اروح اعملها كده على طول؟ والله احنا لا يا باشمهندس، احنا ما اتفقناش على كده. هقول لك لا، احنا اتفقنا على كده بس انت مش واخد بالك. ايه؟ انا قلت لك اللي بيتحط هنا اي حاجه ليها ايه؟ ليها قيمه، صح ولا لا؟ وهذه الميثود بتعود ايه؟ بقيمه. يبقى القيمه اللي راجعه التاج ده هياخدها يحطها جوه الريسبونس. وصل؟ يعني انا ممكن احط متغير في الاكسبريشن او ميثود. عيش حياتك. وصل الفكره؟ اعمل رمل كده بس اهو. معايا يا شباب؟ انا ممكن احطها في الايه؟ في الاكسبريشن على الميثود. يبقى الاكسبريشن احط فيه متغير له قيمه او ميثود بتعود بايه؟ بقيمه. وصلت الفكره؟ تمام، جميل. طيب عندي ليك طريقه ثانيه كمان، بتعلم منها حاجه ايه؟ ثانيه بنفس المثال، بنفس الايه؟ المثال. تعالى كده نعمل ايه؟ رايت كليك نيو جي اس في فيزيتور بيج ثلاثة فينش. معايا؟ طيب وبعدين عايز اعملها بنفس المثال ازاي؟ عايز برضو عدد زوار الصفحة، بس انت عايزها بمثال تاني او بطريقة تانية. ايه بقى الطريقة التانية؟ مش انا نفحت على ميثود من بره صح وعملت لها امبورت؟ لا، ايه رايك؟ انا عايز اعرف ميثود جوه الجي اس 3. هو انا ممكن اعرف ميثود جوه صفحه الجي اس 3؟ زي ما بتعرف متغير تقدر تعرف ايه؟ ميثود. انت مش هنا اهو، رحت عرفت متغير. طب انا ممكن بمنتهى البساطه اقول له بس استنى بقى، ايه رايك نعمل ايه؟ بص، اعرف متغير اهو انتجر انتجر كاونت بيساوي صفر. مبدئيا هو كام؟ بصفر. وبعدين يلا بقى نعمل ميثود وكلام من ده، صح ولا لا؟ وفي كلاس بره؟ لا، ده انا هعملها جوه. ازاي؟ لتعريف ميثود. طالما كلمه تعريف يبقى استخدم ايه؟ اكسبريشن. يبقى لما طالما كلمه تعريف يبقى استخدم ديفينيشن اهو. كده اتعرفت ايه؟ متغير. واقوم جاي هنا اهو تحت منه برضه اعمل كده اهو برضه ديكلاريشن.
عشان هعرف ايه؟ عشان اعرف ايه؟ مس اهي انتر يبقى الديكريشن من اول هنا من اول هنا اهو لحد فين؟ لحد هنا وعرف بابليك ايه؟ بابليك انتجر جيت كاونت اهي واقول له ريتيرن ارجع بالايه؟ بالكاونت اهو شايفه اهو بلس بلس وصلت الفكره؟ وصلت؟ يعني عادي انا بعرف مثل ده ايه جوه الايه؟ جوه الجي اس بي مفيش مشكله. بس كده طيب طب اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز ايه يعني؟ يعني انادي بقى على الايه؟ على الميثود علشان ازود الكاونتر بواحد، اقول له ايه؟ اقول له اطبع لي اهو بيساوي ايه؟ نادي بقى نادي بقى على مين على طول؟ على مين؟ على جيت كاونت اهو على طول بقى وصلت الفكره؟ خد بالك بقى دي قاعده مهمه جدا، هذه الميثود لن يتم تنفيذها الا اذا تم النداء عليه. هذه الميثود انت معرفها جوه الجي اس بي لن يتم تنفيذها الا اذا تم النداء عليه. طيب لو سطح الجي اس بي دي بتعمل كونكت على الداتا ليك، يعني انا اقدر اعرف ميثود فوق بتعمل كونكت عليها على الداتا ليك. وصلت الفكره؟ برضه واحد يقول لي ايه؟ يا باشمهندس هو مش ده الديكليريشن ودي كمان ديكليريشن؟ اه. طيب الديكليريشن ده بيستخدم بتعريف ايه؟ اتضح دلوقتي ان هو بيستخدم بتعريف الميثود والايه؟ والمتغير. وبدل ما اعمل اثنين ديكليريشن، ايوه طب انا ممكن اعمل كده اهو. اشيل ده من هنا احطه هنا يبقى كده خلاص دي ملهاش لازمه. وصلت الفكرة؟ مثال واحد حليته لك مثال طريقة ثلاثة. أول طريقة عرفت الشكل يعني إيه ديكليريشن يعني إيه سبشن يعني إيه سكريبت. ثاني حاجة إزاي أعمل امبورت الميثود بره الجي اس بي. ثالث حاجة إيه؟ إزاي أعرف ميثود جوه؟ أعمل كده رن بص. انا هقفل هزود حاجه بس الاول هقول له ويلكم بس احفظ وهعمل رن كمان مش كده معايا ريفريش واحد اثنين اهو صح. طيب حالي لو لقيت حاجه مهمه هي مش كده معايا لو انا شفت الكود اللي جاي للصفحه كليك يمين فيو بيج انتر سورس. فاكر كلامي زمان صفحه سيرفر سايت يتم تنفيذ الكود على السيرفر وارسال الناتج الى البراوزر مش ده اللي حصل فعلا؟ اللي راح مين؟ ويلكم اهي وكل الكود بتاعك ده اتشال واتحط مكانه فين؟ فعلا يتم تنفيذ الكود على السيرفر والناتج هو اللي راح لمين؟ للبراوزر. قلت لك زمان اصبر وهديك شفتها. وصل؟ طيب. تعالى زود حاجه كمان بس ايه؟ على الجزئيه دي. ايه؟ ويلكم اهي. عايز اعمل ايه؟ انا عايز لو هو الزائر رقم 6 يقول له مبروك. فاكرين الجزئية دي؟ هي اهو اهو تحب نعملها هنا ولا هنا ولا هنا؟ هنعملها في اي مكان؟ هنعملها هنا. ما هي نفس الايه؟ نفس الطريقة. وصل؟ طيب. هقول له يو ار فيزيتور نمبر كذا، ماشي، بس في كلمة مبروك، الراجل الديزاينر عاملها ازاي بقى؟ الراجل الديزاينر عاملها هنا اهو اصلا. عامل هول سلاش هول. وحاطط بقى ايه؟ كلمة مبروك. حلو ارجاء الكلمة دي مسؤولية مين الديزاينر؟ هو يقعد ايه؟ يفني يلونها ويعملها زي ما هو ايه؟ زي ما هو عايز. حلو. أنا مسؤوليتي إيه بقى؟ أنا مسؤوليتي إن أنا هذا الجزء من الصفحة ما يظهرش إلا عند تحقق شرط معين.
وصلت الفكره؟ هذا الجزء اصغر جزء من الصفحه واخفيه بناء على ايه؟ على حاجه معينه بقى ده جزء من البرمجه صح ولا لا؟ ازاي؟ واحد يقول لي ده جه جمله اف اقول له برافو دي جمله ايه؟ اف تعالى كده بص هنكتبها ازاي؟ اف اروح اكتبها كده على طول اف كده ينفع؟ لا طالما كنت جافا يبقى احطه جوه سكريبتلت اهو واحده واحده وركز معايا اهو سكريبتلت هقول هنا ينفع احطه اف طالما انت في سكريبتلت اهو سكريبتلت اهو من اول هنا لحد فين؟ لحد هنا طالما انت داخل سكريبتلت تقدر تكتب اي كود جافا يريحك اي كود جافا وصل؟ اهو هقول له ايه؟ لو اف لو ايه؟ الكاونت بيساوي يساوي 6 لو هو الزائر رقم مثلا 10 مثلا اه يعمل ايه؟ يطلع شكل بص بقى اللي هيحصل انا هاخد كود اتش تي ام ال اهو هاخد كود ايه؟ اتش تي ام ال واحطه هنا جوه مين؟ جوه السكريبتد جوه الايه؟ السكريبتد اهو طبعا مين اللي يزعل؟ السكريبتلت ما بيتحطش فيه الا كود جافا. السكريبتلت ما بيتحطش فيه الا كود جافا. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره؟ طب الحل ايه؟ انا عندي في حل وحش وحل حلو. تعال نشوف الوحش الاول وبعد كده نشوف مين الحلو. بص مش ده كود اتش تي ام ال؟ اه. تعال نلجا للطريقه الادمين ايه اللي انا اقول له اوت؟ بالظبط. برنت لاين كنترول مسافه في ملحوظه هنا الاول ده ايه؟ هو عباره عن المتغير المسؤول عن وضع الكلام بتاعي فين؟ الريسبونس كلام قديم صح ولا لا؟ بذمتك انت هنا عرفت الاوت؟ الاوت موجود جاهز الاوت متغير موجود ايه؟ اهو بدليل هو شايف اهو برنت لاين اهي 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 شايف اهو صح ولا لا؟ اعمل سترنج وحط الكود بتاعك اتش تي ام ال يبقى الجي اس بي الجي اس بي فيها متغير اوت متغير ايه؟ جاهز اهو. وصلت الفكره؟ اهو اعمل كده رن الصفحه دي بطريقه وحشه هقول عيبها ايه دلوقتي بس عايز اوريها لك الاول. اهو. اهو واحد اثنين ثلاثه شغال صح ولا لا؟ معايا كده؟ لحد لما يبقى 10 وهيقول لك ايه؟ مبروك، صح كده؟ كلام جميل، ولكن بص كده اه قال لك ايه؟ مبروك صح كده؟ بس انت عندك مشكله ايه؟ الحل ده حل سيء، ليه حل سيء؟ لانك انت خدت كود ال HTML على ان سترينج جوه كود الايه؟ الجافا، يعني انا هرجع تاني زي ما كنت. هي الناس بتتقدم ولا بتتاخر؟ صح ولا لا؟ يعني انا ابقى في صفحه اتش تي ام ال واكتب اتش تي ام ال جوه جافا، والله لا يمكن. مش هحلها هنا ابدا. صح ولا لا؟ صح؟ بس انت شفت بعينك ان المتغير اوت موجود جاهز؟ حلو، طب اعمل ايه؟ لا يا عم انا مصمم اكتبها زي ما هي كده اهو. لا يمكن اكتب اتش تي ام ال جوه جافا بعد كده. وصل؟ اعملها ازاي؟ بص في هنا حركه كويسه قوي. هو مش السكريبت من اول هنا لحد هنا؟ ايه رايك نجزأه؟ يعني ايه نجزأه؟ نخليه من اول هنا لحد هنا. بص. طيب والقوس نعمله سكريبت لوحده. وصلت الفكره؟ هتقول لي بس ايه؟ بس دي كده الجمله اتقطعت، ايوه الجمله اتقطعت، السكريبت هيبقى من اول هنا اهو لحد هنا اهو. بس انت قطعته ليه؟ قطعته لان انا عايز اكتب في النص كود ايه؟ اتش تي ام ال. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره؟ طيب كلام جميل. تعالى نعمل رن. دي مسؤوليتي ان انا ايه؟ اسهل واختم بناء على شرط ايه؟ معين. وصل؟ لحد بقى هو ايه؟ لحد لما يجي على خمسه هيقول له مبروك. وصل؟ جميل.
المثال ده عرفنا ان في حاجه اسمها اوت، الاوت دي موجوده ايه؟ جاهزه. في حاجه اسمها امبليسيت اوبجكت هتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو الجاي او في اخر الفيديو. وصلت كده كلام الايه؟ يبقى انا كده عرفت الدنيا تقريبا ماشيه ازاي؟ ماشي كده؟ طيب تعالى واحد يقول لي ايه؟ هو انا ممكن انادي على صفحه الجي اس بي من صفحه اتش تي ام ال؟ ايه المشكلة؟ إن أنا ممكن أنادي على جي اس بي من جي اس بي عادي. وصل؟ تعال نشوف كده بص. أهو. تعالى بس إيه نقفل دي مالهاش لازمة بقى خلاص. بص كده. كليك يمين. نيو. جي اس بي. هعمل صفحة جي اس بي. اسمها إيه؟ ويلكم بيج. ويلكم ايه؟ بيج فينش. عملنا جي اس بي. انا عايز لما حد ينادى عليها تقول له ويلكم فلان، فلان دي هتجيبه منين؟ هتجيبه من صفحه ثانيه. اهو تعالى نعمل صفحه اتش تي ام ال. اهو نيو اتش تي ام ال. وصلت الفكره؟ اهو اهي. هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له مثلا اسمها مثلا قول جي اس بي. صحيح HTML دي ولا لا؟ اهي HTML. وصلت الفكرة؟ طيب عايز اعمل هنا ايه؟ هعمل هنا فورم. فورم سلاش فورم. اهي. اهي. اسحب الفورم اهي. معايا؟ وبعدين الاكشن هيروح على مين؟ المفروض هيروح على صفحة مين؟ ها؟ الويلكم جي اس بي اهي. ويلكم بيج اسمها كده؟ اهي اهي. اوكي. عمل اكشن هيروح على مين؟ كنت زمان بكتب هنا اليو ار ال بتاع مين؟ السيرفر. لا 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 خلاص بقى ما عادش اهو. قوم عامل مثلا ايه؟ انبوت تكست. انبوت تكست اهو. هسميه ايه؟ هسميه نيم. اهو ابو زرار سبميت اهو مكتوب عليه اوكي سبميت اه هيروح على صفحه الجي اس بي ايوه يبقى المفروض في بارامتر هيروح لهذه الصفحه اسمه نيم. الكلام ده قديم الكلام ده قديم كان لازم اذاكر كويس معايا كده اهو. وبعدين هروح على ويلكم. ويلكم اه اعتبر دي سيرفر. مش كنت هقول له ريكوست دوجيت بارامتر وهات مش عارف ايه والكلام ده كله صح؟ طب ايه رايك؟ مش ده كود جافا؟ اهو اهو. وهم واعمل هنا ايه؟ عيش حياتك. ازاي يعني اقول له ريكوست؟ لا ده موجود جاهز. موجود ايه؟ جاهز يعني الاوت موجود جاهز والريكوست موجود ايه؟ جاي اقول له جيت انيشاليزيشن جيت بارامتر على طول اهي بيرجع بسترنج اهو. طب اسمه ايه؟ اسمه نيم البارامتر. البارامتر اسمه نيم وبيرجع بسترنج اهو. طب عايز اقول له ويلكم فلان اقوم كاتب له هنا ويلكم وفلان اجيبها منين؟ من كود مين؟ من كود مين؟ من كود الجافا صح ولا لا؟ بالظبط اهو. تعالى بس الاول حط له هنا ايه؟ كده تمام. ماشي كده جبت قيمة اهو بكون جافا اهو والريكوست معاك جاهز والاوت معاك جاهز اهو. تعالى بقى عايز ايه؟ احطه في الريسبونس نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اكسبريشن بالظبط ايوه كده عايزك تبقى سريع بقى. ماشي كده؟ واقول له ايه؟ واقول له هنا الان. واحد يقول لي لا طب ما انا ممكن ده اخد دي كده على طول اقول له صح انت مظبوط اهو. اهو اهي. كده صح وكده صح اهو. تقول لي طيب استخدم دي امتى ودي امتى؟ لما اكون لو انت عايز الاسم تعمل عليه تشيك مثلا او تشوف هو لو اسم اقل من كذا يعمل كذا وكلام من ده اه انصحك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تحطه في متغير عشان تعرف تعمل. وصلت الفكره؟ اهو اهو. واقول له رن. اعمل رن لمين؟ لصفحه اتش تي ام ال وربنا يسهل نشوف هيعمل اللي انت عايزه ولا لا. اهو
اهو تعالى هنا مثلا اقول له ابراهيم الفلاح اهو حلو كده حلو بقول له اوكي بص ايميل الفاتحه صفحه ايه اتش تي ام ال بقول له اوكي قال لك ويلكم ابراهيم الفلاح وصفحه مين اللي فاتحه جي اس بي وصلت الفكره كلام جميل طيب واحد يقول لي ايه لا افرض انا عايز اعمل تشيك عايز اعمل ايه تشيك يبقى في الحاله دي لازم ارجع كل حاجه زي ما كانت صح حلو واحد يقول لي لو انا مثلا هقول له ويلكم مثلا ابراهيم ولكن انا عايز لو مثلا تعالى مثلا استقبل مثلا الايه الايه عايز استقبل ايدج سيل ماشي تعالى نحط من اهو حاجه بارامتر تاني اسمه ايدج اهو ايدج قول له اوكي تعالى لو نستقبله اهو هقول له هنا string age بيساوي request dot get parameter اسمه ايه age صح كده؟ تعال نحط هنا string ماشي كده؟ كلام جميل عايز اعمل ايه بقى؟ عايز لو كان سنه اقل من 18 اقول له you are not allowed اما لو كان سنه اعلى اقول له ايه ها؟ طيب ازاي؟ الديزاينر يعملها لك كده. يعملها بي سلاش بي. حلو كده؟ وانا ويقول لك مثلا بي ار اهو عشان يسيب سطر. وبعدين هنا يكتب لك الاو. وهنا هي اهي. بس يقول لك نط ايه؟ نط الاو. ويسيبها لك بقى انت بره. هو ماليش دعوه الجزء ده يظهر والجزء ده يختفي او الجزء ده وهكذا انا بقى ايه احط التاتش بتاعي انا ابرمج وصل اهو اجي اقول له ايه بقى لو يبقى كود ايه ده بقى ها كود ايه ها بالظبط كود جافا اقوم انا قايل له كده اهو واقول له كده اهو واقول له لو اف ايه لو الايه اقل من لا ما ينفعش انا لازم اعمل ايه انتجر دوت بارس انت اهو انتجر دوت بارس انت لمين للايه لو هو اقل من او يساوي 18 ايوه اعمل ايه اهو يعمل ايه اهو واجي بس هنا اقول له بقى لو هو اقل من او يساوي 18 قول له ايه؟ اقول له ايه؟ ها نوت الاو حط هنا اهو نوت الاو اشيلها واحطها هنا اهو شوف انا بعملها ازاي غير ذلك يعمل ايه؟ ياخد دي صح ولا لا؟ ظبطت امورك؟ ظبطت اموري. ماشي كده بس الدنيا عندك مطلعه ايرور، ليه؟ لان فاتح ب اتش تي ام ال هو جافا، طب اعمل ايه؟ اقسمها بقى زي ما احنا اتعلمنا اهو. واجي هنا اهو، ايوه اتش تي ام ال زي ما هي، وبعد كده الالس افتح ايه؟ واحد كمان اهي. وبعد كده اقفلها اهي. اهي. وبعد كده افتحها عشان اهو. وصلت الفكرة؟ حلو تعالى اعمل رن. ايه. رن. اهي. قول له هنا مثلا ابراهيم. وهنا اقول له 29. واقول له اوكي. ونبدا اقول له ايه؟ الاو. وصلت الفكرة؟ كلام جميل. أنا عارف إن أنت ممكن تسألني دلوقتي تقول لي إيه؟ تقول لي يا باشمهندس هو مش المفروض أعمل بس كده فورمال؟ مش المفروض جملة الإف دي تبقى على بعضها؟
صح ولا لا؟ ازاي هو بيخلي دي تبع دي تبع دي؟ هقول لك دي حاجه اسمها جي اس بي لايف سايكل، انا هتكلم عنها دلوقتي حالا، هتبقى هي نهايه الفيديو ده. وصلت الفكره؟ بس بس احنا بنتعامل الاول ونعرف احنا بنبرمج الصفحه ازاي، وبعدين هيجي لك كلمه نظر. كلمه نظر دي بيقولوا عليها جي اس بي لايف سايكل، دوره حياه الجي اس بي، هقولها دلوقتي حالا. ماشي يا شباب؟ طيب هو انا ممكن اعمل ريدايركت. يعني ايه ريدايركت؟ يعني يا عم عايز اصل صفحه ثانيه يا عم. كنت انا عملت صفحه عارف كانت اسمها ايه؟ اهي سمول. صفحه اسمها ايه؟ سمول. صفحه سمول دي مكتوب فيها بس ايه؟ نيم از سمول. لا يا عم تعالى مثلا نقول له ايج، ايج از سمول. ماشي اهو. انا عايز لو السن صغير اهو، ما اقولوش نوت الاو، ما اقولوش ايه، ما اقولوش ايه نوت الاو. امال ده انا عايز اعمل ريدايركت على صفحه ثانيه. ريدايركت يعني ايه؟ ريسبونس دوت سند ريدايركت، وديله ايه؟ وديله ايه؟ الصح. صح يبقى عرفنا بقى ريدايركت يعني ايه؟ صح ريدايركت يعني يبعت للبراوزر يقول شويه ان شاء الله المره اللي جايه هتعلم الديسباتشر. هتلاقيها هي هي برضه. وصلت الفكره؟ اه. ازاي؟ ريسبونس دوت سند ريدايركت عباره عن كود جافا، صح ولا لا؟ يبقى انا مش هحتاج ان انا اقسم على طول بقى اهو. صح كده؟ اهي. مش محتاج اهو على طول بقى الاكس على طول. اقول له اف ايه بقى؟ لو هو اقل اقول له يا ريسبونس دوت. الله، ده الريسبونس موجود ايه؟ جاهز. عد معايا، يبقى كده الاوت موجود جاهز، والريسبونس موجود جاهز، والريكوست موجود ايه؟ جاهز اهو. دوت سند ريدايركت اهي. الصفحة اللي انت عايز تسند عليها اسمها ايه؟ ها؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سمول، سمول دوت اتش تي ام ال. واحد يقول لي هو انا ممكن اسند على او اعمل ريدايركت على صفحة جي اس بي عادي؟ يعني لو صفحة السمول دي جي اس بي عادي. وصل؟ على كده هنعمل ايه؟ رن اهو. يبقى هو سمول هيعمل ريدايركت. على كده بص 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 بص. ايه. طبعا انت بقى لو ناسي الريدايركت انت تروح تراجع عليه. ماشي يا شباب؟ طيب هقول له هنا اهو ابراهيم الاتباح، وبعدين اقول له هنا مثلا 28 او 29 اي حاجه، اقول له اوكي. اقول لك ايه؟ ها؟ قال لا. اما لو رجع وقال له لا انا عندي مثلا 10 سنين مثلا، واقول له اوكي، يعمل دايركت على صفحه ثانيه خالص. وصل الفكره يا شباب؟ وصل بكده انا اعمل ريدايركت، صح ولا لا؟ كلام جميل، كلام سهل جدا، مش في حاجه. فالصفحه قدامي الديزاينر عاملها اهي، في جزء اخفيه على مزاجي وفي جزء اصغره على مزاجي، ولو عايز صفحه ثانيه تظهر يبقى اعملها ريدايركت او ممكن تسبتشر زي ما هنعرف بعد كده. وصل الفكره؟ ده كلام جميل. طيب معايا يا شباب؟ بعد ما عرفنا بقى موضوع الريدايركت وموضوع اللي هو اشكال الصفحات عامله ازاي او اكتب ايه جوه والكلام ده كله، انا عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز اتكلم في حته نظر. الحته النظر دي بقول لك على الجزئيه دي. بص بص كده، ان انا لو قسمت الكود بتاعي هيبقى برضه يتنفذ ما فيش فيه اي مشكله. ازاي؟ بص كده معايا. انا مثلا زمان لما كان عندي سيرف لتقريبا، كان عندي سيرفر اهي، كان علشان يتعمل منها اوبشن كنت انا بروح اكتب الكلاس بتاعتي، صح ولا لا؟ الكلاس بتاعتي دي لما اجي اكتبها اهي، كنت انا بكتب الكود بتاعي وبعد كده اعمل لها كومبايل اهي، اتعمل لها كومبايل اهي، صح ولا لا؟ وبعد كده بس افتح بس امسح ده اهي، بص ادي السيرفر اهي. كان عندي خلاص ان الكلاس دي امتدادها كود دوت ايه؟ دوت جافا.
صح ولا لا؟ فاهمني؟ طيب وبعدين لما كنت اعمل لها كومبايل كان يروح الامتداد ده يبقى دوت ايه ده؟ دوت كلاس، صح كده؟ حلو. وكان الكونتينر لو انت فاكر الفيديو ده روح راجع عليه، كان بيروح ينادي على الديفولت كونستراكتور، وبعد ما ينادي على الديفولت كونستراكتور يروح ينادي على ميثود اسمها ايلت، صح ولا لا؟ وكنت انا اروح كمبرمج اكتب الكود هنا. دلوقتي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا رحت عملت صفحه جي اس بي اهي. جي اس بي فيها عباره عن اكواد، صح كده؟ دوت جي اس بي. ايه بقى اللي حصل؟ ما خلانيش انا اعمل الكلاس. امال انت اعمل الصفحه واكتب بالاشكال اللي احنا اتعلمناها السكريبت اللي كنا بنكتب بالحاجات دي، ويروح الكونتينر يعمل ايه؟ الكونتينر يعمل ايه؟ يقوم رايح واخد صفحه الجي اس بي دي عامل لها حاجه اسمها ترانسليشن. يعني ايه ترانسليشن؟ يترجمها، ياخد الكود اللي انت عامله دهوت اهو اللي هو الدايركت كونسيبشن والاشكال دي، يروح يترجمها ويحولها لكود ايه؟ جافا. يعني صفحه الجي اس بي بتاعتك بتبقى في الاخر عباره عن خلاص ايه؟ جافا. ويروح يعمل لها كومبايل، وبعد كده ينادي على الايلت، وبعد كده ينادي على الكونستراكتور، وبعد كده ينادي على الايلت، وبعد كده يحولها تبقى ايه؟ سيرفلت. وهي دي المفاجاه، الجي اس بي عباره عن سيرفلت. الجي اس بي عباره عن ايه؟ سيرفلت. بس انت كنت زمان بتبدا من هنا، من هنا اهو، تعمل ايه؟ تروح انت عيني تكتب كود الايه؟ الجافا، وكان يطلع عينك، صح كده؟ لا خلاص بقى، امال انت تكتب هنا بطريقه سهله، يقوم الكونتينر يعمل لها ترانسليشن ويحولها هو الكود ايه؟ جافا. وصلت الفكره؟ حلو. طيب واحد يقول لي يعني الكلاس دي يعني الصفحه دي اصبحت كلاس؟ اه. واحد يقول لي طب شكلها ايه؟ بص انا هوريها لك، بس بعد كده انت ما انتش مطالب ان انت تبص ايه؟ عليها، لان الكونتينر هو اللي ايه؟ اللي بيعملها. اقول تاني، اللي انا شرحته دلوقتي دون عباره عن جي اس بي لايف سايكل، دوره حياه الجي اس بي. ايه اللي بيحصل؟ الكونتينر هو اللي بي ايه؟ هو اللي بيشغلها الكونتينر. ايه اللي بيحصل؟ صفحه الجي اس بي اول ما يجي لها ريكوست، اقول كمان مع اول ريكوست، مع مش مع كل ريكوست، مع اول ايه؟ الكلام ده مهم. صفحه الجي اس بي مع اول ريكوست ايه اللي يحصل؟ يروح يحصل لها ايه؟ ياخدها يعمل لها ترانسليشن، وبعد الترانسليشن يحولها لكود جافا، وبعد كده يعمل له كومبايل، وبعد كده ينادي على الكونستراكتور، وبعد كده ينادي على الايلنت، وبعد كده يخليها سيرفر. لما يجي لها اول ريكوست، طب افرض جالها ريكوست ثاني، خلاص بقى بقى السيرفر، يروح بقى ينادي على الايلنت، والكلام اللي احنا شرحناه زمان، يروح ينادي على السيرفس ويشوفها بقى اذا كانت جد ولا بوست، والكلام اللي بتاع زمان. وصلت الفكره؟ كلام جميل. لكن ده بيحصل مع اول ريكوست، ماشي كده؟ ده كلام جميل. طيب واحد يقول لي ايه؟ انا عايز اشوف هذه الايه؟ الكلاس اللي اتولدت اهي، بص كده معايا، انا المشروع بتاعك هوريها لك مره واحده في الحياه، وبعد كده ما عرفتش تفتحها بقى. نيو هنا كليك يمين بروبرتيز، هذا المشروع بتاعك اهو معايا شباب اهو، خدوا خدوا هذا المشروع اهو، هنا ماي كمبيوتر اهو اهو. هتلاقيها فين بقى؟ بص هذا المشروع اهو، هتلاقي فيه هنا فولدر في المشروع، مش السورس بقى، امال هتلاقي فيه فولدر اسمه ايه؟ بيلد. خش عليه هتلاقي حاجه اسمها جنريتد، هتلاقي هنا حاجة اسمها سورس، هتلاقي هنا حاجة اسمها اورج، هتلاقي حاجة اسمها اباتشي، هتلاقي جواه حاجة اسمها جي اس بي. بص جميع الصفحات اهي، فيزيتور بيج 2 اندرسكور جي اس بي دوت ايه؟ دوت جافا. بص تعالى ناخد مثال اهو، فين الصفحة الأولى؟
فيزيتور بيج اهي. فاكر دي؟ دي احنا عملناها صح كده؟ مش ده كانت كود جافا؟ مش ده كود جافا؟ صح؟ حط انت معرف متغير افتحها كده بص. مفاجأة بقى. كليك يمين اللي عمل الكلاس دي كونتينر مش انا. انا ساعه وراها لك مره واحده وخلاص. اوبن ويز نوت باد. اهي. شايف؟ عمل الكلاس اهي. اهي. وصلت الفكره؟ طيب تعالى كده نعمل ايه؟ اوريك حاجه. دي ما عادش ليها لازمه. هبدا التكست. ماشي انت هنا اهو في الكلاس اهو شايف عامل ايه؟ كلاس ريتورس وبعدها اقوم رايح عامل ميثود بتاخد ريكوست وايه؟ وريسبونس. عشان كده الريكوست والريسبونس جاهزين صح ولا مش شايف كده؟ حاجات جاهزه اهي شايف جاهزه اهي مش محتاج ان انا ايه؟ اعرفهم هم جاهزين. طيب والمفاجاه حاجه اسمها الاوت بذمتك مش انا قلت لك ان الاوت جاهز اهو شكله كده ما تعرفوش هو متعرف ايه؟ جاهز. وبعد كده هنعرف ان في حاجه اسمها سيشن، السيشن ايه جاهزه. وبعد كده هنعرف ان في حاجه اسمها ابلكيشن، الابلكيشن ده جاهز اهو، الابلكيشن ده اللي هو الكونتكست. والكونفج اهو جاهز. كل دي حاجات ايه؟ حاجات هي جاهزه، معموله جاهزه. طب بص شايف كود الاتش تي ام ال راح هو كتب اهو فيزيتور نمبر اهي شايف؟ شايف؟ اهي كتبها هو من نيابه ايه؟ من نيابه عنك. صح ولا لا يا شباب؟ بص انا هنا فاتح الفايل بتاع جي اس بي 2 بص بص بس التاني برضه هيبقى هو هو اهو فيزيتور بيج اهي تعالى بس يفتح لي فيزيتور بيج فيزيتور بيج اهي فيزيتور ايه هنا؟ بيج اوبن اوبن ويز نوت ايه هنا؟ نوت اهو اهو نفس الكلام ريكوست وايه ها؟ وريسبونس وحاجات جاهزه هنا تعرفها السيشن جاهزه اهو هنستخدمها في المثال اللي جاي معايا والاول جاهز اهو طيب انا هنا معرف متغير راح فين اهو انتجر كاونت صح؟ اهو شايف؟ اهو معرفه على مستوى الكلاس وصل شايف خد صفحه الجي اس بي اللي انت عاملها وراح عمل لها ايه؟ ترانسليشن حولها لكود ايه؟ لكود جافا شايف اهي شايف كود الجافا محطوط فين؟ كود الاتش تي ام ال محطوط فين ها؟ في الجي اس بي انت اللي كنت بتعمل الكلام ده زمان صح ولا لا؟ انت اللي كنت بتبدا من هنا اهو انت اللي كنت بتبدا من المكان ده لا انت بقى سهل عليك وهو بقى بيقوم بعمليه الايه؟ الترانسليشن خد بالك ملحوظة ايه انت مش مطالب ان انت تبص على الكود ده ولا تعرف عنه حاجه ولا مين بتورس من ايه ولا الكلام ده كله وصل انت بس مطالب ان انت تفهم ايوه ان الميثود دي ده الديفولت كونستراكتور وبعد كده بينادي على ميثود اسمها ايه؟ ايلت على فكره هي ما اسمهاش ايلت هي اسمها بقى الجي اس بي جي اس بي ايلت اسمها جي اس بي ايه هنا؟ ايلت وصل فاكر الكود عباره عن ايه والكلام ده كله الكونفيجر هو اللي ايه؟ هو اللي بيعمل وصلت الفكرة؟ بكده يا اخوانا احنا خلصنا أول جزئين في الجي اس بي نهيناها بحتة نظري بتاعة الإيه؟ بتاعة الجي اس بي لايف إيه؟ سايكل. المرة الجاية إن شاء الله هنبتدي نتكلم على الكونتكست والكونفج مع الجي اس بي.